بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم. انا وهيب دخيل احييكم في حلقه جديده وفي موعدكم الدائم تمام 10 صباحا نتحدث في برنامج جدد حياتك عن المواضيع الطبيه والصحيه والرياضيه، وايضا نتحدث عن التغذيه والتجميل ساعه كامله مستمعينا نتبادل فيها الحوار معكم واكيد مع ضيفنا المختص في حلقه حواريه نطرح الموضوع على طاوله برنامج جدد حياتك، وأكيد مشاركاتكم تكون جزء مهم من هذه الحلقة سواء باتصالكم المباشر علينا في الحلقة أو إرسال رسائل نصية عبر واتساب البرنامج أو عبر تطبيق MBC مود، هذا التطبيق التفاعلي اللي بإمكانكم تتابعوا فيه برامج MBC FM بالصورة والصوت، وأيضا تتابعون الحلقات القديمة اللي فاتتكم اللي ما قدرتوا تشوفونها. أكيد تعتبر مرجع لكم هذا التطبيق اللي في أجهزتكم، تقدرون تتابعونا في النادي، في البيت، في السيارة، في أي مكان تقدرون تشوفونا وتسمعونا وتشاركونا أيضا محتوى الحلقة ومحتوى برامجنا دائما. في جدد حياتك اليوم حديثنا أو موضوعنا لليوم راح يكون أمراض المسالك البولية والكلى. طبعا كثير من الناس يربط شرب الماء الوحيد بس بسلامة الكلى والمسالك البولية، لكن الموضوع ممكن يكون أكبر من كذا، ممكن يكون فيه توعية بسيطة تقودنا إلى أننا يعني نحمي نفسنا، أو الوقاية تكون مهمة لمثل هذا الجزء المهم أو العضو المهم في جسم الإنسان. دائما في برنامج جدد حياتك مستمعينا دائما نسعى إلى أسلوب حياة أفضل، دائما نحاول نصحح بعض المفاهيم الخاطئة في حياتنا لننعم بجودة حياة أفضل. أكيد أكيد مستمعينا 011-511-2030 هاتف البرنامج، أكيد أسعد باتصالاتكم ومشاركاتكم وأسئلتكم. أيضا مستمعينا حسابات إذاعة MBC FM في مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتي أنا وهيب الدخيل، بإمكانكم ترسلون في الرسائل الخاصة كل الأسئلة اللي حابين نطرحها على ضيفنا لليوم اللي راح ينضم لي إن شاء الله بعد الفاصل، وراح نتحدث عن أمراض المسالك البولية والكلى. 011-511-2030 أكيد نسعد باتصالاتكم ومشاركاتكم وأسئلتكم، وأبغاكم تشاركوني محتوى حلقة اليوم بأسئلتكم أكيد، لأن هذا البرنامج مستمعينا ومشاهدينا يعني نقدم لكم أنتم ولخدمتكم دائما. إذا مستمعينا نطلع فاصل بسيط، ومن بعد هذا الفاصل أكيد راح نبدأ حلقتنا لليوم اللي نتحدث فيها عن أمراض المسالك البولية والكلى. نجدد لكم التحية مستمعينا ومشاهدينا من جديد في برنامج جدد حياتك، وحديثنا اليوم عن مشاكل المسالك البولية والكلى. أكيد لمدة ساعة كاملة راح نتحدث في هذا الموضوع، أكيد نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع، وأكيد يسرني في هذه الساعة أن يكون ضيفي في الاستوديو الدكتور فهد اليامي استشاري المسالك البولية. صباح الخير دكتور. صباحك نور وسرور، ويسعدناكم معك، وإن شاء الله نكون جزء من توعية صحية في المملكة الحبيبة في منصة MBC. يا هلا وسهلا فيك دكتور. دكتور يعني احنا إذا تحدثنا عن مشاكل المسالك البولية والكلى دائما يجي في بالنا شرب الماء، خلاص بس هنا ونوقف، خلاص اشرب موية أمورك تصير تمام. الموضوع لا أكبر من كذا، التوعية لازم تكون أكبر من كذا. لكن كيف احنا نقدر نصنف مشاكل المسالك البولية والكلى؟ يعني من حديثي معك قبل الهوى كنا نقول ان المسالك البولية غير والكلى غير، ايهم اللي يكون له تأثير على الثاني؟ هل اذا صارت مشكلة في الكلى تصير مشكلة في المسالك البولية او العكس صحيح؟ طيب سؤال جيد. طبعا الكلية هي عضو من الجهاز البولي عند الانسان، يعني خلنا نقول هي اللاعب الاساسي في الجهاز البولي اللي هو المسالك البولية عند الانسان. الجهاز البولي متكون من 3 أقسام: كلية، حالب مثلا، وطبعا يجي معها مجرى البول أو الإحليل. الكلية هي العنصر الأساسي اللي يساعد الجسم في التخلص من المواد السامة وتصفية المواد الضارة والتحكم في حمضية الدم والتحكم في السوائل في الجسم، وهذه أساسية للدم
لأن الدم أغلبه سوائل وموية، وفي نفس الوقت في هرمونات ومواد تفرزها الكلية للتحكم بضغط الدم وغيره. فخلنا نقول الكلية هي جزء من الجهاز البولي عند الإنسان وهي الجزء الأهم، باقي الأجزاء اسمها مسالك اللي هي يمر فيها البول. يعني بعد ما الكلية تسوي شغلها من امتصاص السموم وإخراجها من الجسم وتصفيتها، تمر بالحالب ثم المثانة ثم مجرى البول. فالأجزاء الباقية هي زي الطريق اللي هو مسالك أو سالك اللي لكن الكلية هي الجزء اللي فيه شغل تقني أكثر، تصفية، تغيير حموضة الدم، التحكم في ضغط الدم، تقول لك ترى أنا أحتاج أشرب موية زيادة ولا لا. فهي زي اللي تسوي تون أو تغير حاجتك لشرب الموية، هل أحتاج أني أنا أحس أني عطشان ولا لا. فالكلية هي اللاعب الأساسي في الجهاز البولي. ممتاز، ونسميهم كلهم جهاز بولي كامل. صحيح. طيب دكتور، بعض الأحيان إحنا نشوف في مشاكل تصير في الكلى، مشاكل الكلى هذه تأثر بشكل مباشر طبعا على المسالك، أو إنها زي اللي نقول هي المراية للمشاكل الموجودة في الكلى. هذا الكلام صحيح؟ صحيح. طيب خلينا نتكلم عن مشاكل المسالك البولي. وش أهم المشاكل اللي ممكن يواجهها المريض، سواء من التهابات، من أمور كثيرة، يعني إذا ما خلينا المشكلة موجودة في المسالك بغض النظر عن الكلية؟ طيب شيئين خلنا نقول هي الأكثر شيوعا عند الإنسان واللي نشوفها كثير في المستشفيات والعيادات، التهابات البول متكررة وحصوات الكلى. هالشيئين خلنا نقول شائع جدا في مجتمعنا وفي مجتمعات الأخرى، بس مجتمعنا بالذات يعني هذه أكثر مشكلتين نواجهها ونعالجها، خصوصا أن نعيش في بيئة حارة. البيئة الحارة معناته أن جسمك يخسر سوائل كثير، فبالتالي أنت معرض أنه تكون حصوات، لأن بولك يكون مركز. إذا أسلوب حياتك وتغذيتك مي بمناسبة قد تتعرض حصوات. وفي نفس الوقت عند النساء بالذات التهابات البول المتكررة شائعة جدا. طب نربطها في قل شرب الموية، في عادات تبول خاطئة وتأجيل البول، أو أنهم معرضين جينيا. فهذه أكثر مشكلتين نشوفها في المسالك اللي هي حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية عند الإنسان. طب خلنا نأخذها دكتور يعني بالتفصيل إذا سمحت لي. التهابة الحصوة الكلى، الحصوة أكيد أنا بأخذ منك شرح كامل عن الحصوة وليه كيف تصير هذه الحصوة وكيف طرق التخلص منها والحماية. نسمع برضو بالحصوات في المثانة والحصوات في المسالك، ما ادري صحح لي هذه المعلومه دكتور، وش الفرق بينهم؟ او هل هي مثلا الحصوه عدت من الكلى لكنها وصلت الى المثانه واستقرت او سوت المشاكل هذه؟ طيب الحصوات المثانه اقل ندره بشكل كبير من حصوات الكلى، وعاده اسبابها مختلفه كليا. يعني حصوات المثانه نشوفها في الناس اللي عندهم مثانه عصبيه وعدم قدره على تفريغ البول، أو اللي عندهم قساطر بولية طويلة المدى زي المقعدين أو بعد الجلطات. طبعا تقول لي لو عندي كلية في لو عندي حصوة في الكلية ونزلت في الحالب هل بتبقى في المثانة ولا لا؟ غالبا لا، جسم الإنسان قادر على التخلص منها طالما أنها عدت الحالب. بعض الأحيان إذا الحصوة نزلت صغيرة وبقت المثانة كبرت يكون صعب أنها تنزل، فلازم يشيلها جراحيا. فحصوات المثانة أقل ندرة في مجتمعنا، وعادة أسبابها مشاكل في المثانة نفسها، مو زي حصوات الكلى اللي أسبابها لها علاقة في تركيز البول وغيره. فخلنا نقول حصوات المثانة نشوفها أكثر في الناس اللي عندهم مشاكل في قدرة المثانة على التفريغ، اللي عندهم إصابات الحبل الشوكي، اللي عندهم ولدوا بالصلب المشقوق، أو مثانتهم نسميها مثانة عصبية لسبب أو لآخر في الأعصاب اللي تحكم، هذول اللي يجيهم حصوات المثانة. لكن حصوات الكلى لا، هي الأكثر شيوعا في المجتمع، اللي ممكن أنت عندك حصوة ما تدري، ممكن أنا عندي حصوة ما أدري، بس أحيانا إذا نزلت في الحالب تسبب مغص كلوي وتدري عنها. أو أحيانا هي جزء من الفحص الطبي، إذا أنت تسوي فحوصات وتشيك اب بشكل مستمر يلقونها بالأشعة. صحيح. ممتاز. حصوات الكلى دكتور وش أسبابها؟ وش اللي خليها تصير موجودة؟ طيب طبعا عشان تكون حصوة تحتاج عدة عوامل. خلنا نقول العامل الأهم والرئيسي هو شرب مويه. صحيح. فاذا انت ما تشرب مويه كفايه معناته بولك بيكون مركز. طبعا كليه الانسان عندها القدره على انها تغير حمضيه البول وتركيزه بناء على شربك للمويه. فاذا انت ما تشرب كفايه تلقى لون بولك مركز جدا، يميل للغامق، معناته انه الكليه قاعده تقول لك انا احتاج سوائل، انا ما راح اطلع. فبطلع لك بول مركز جدا. يوم اشرب مويه زياده او سوائل زياده تلقى لون البول شفاف، معناته ان كليتك
مبسوطة تقول أنا قاعد أخذ كفايتي وأطلع الزايد. فتركيز البول الزايد هذا أحد أهم عوامل الخطورة للحصوات. الشيء الثاني الغذاء. طبعا من الحصوات الشائعة حصوات الكالسيوم أوكسالات أو أوكسالات الكالسيوم وحصوات الحمض اليوريك. هذه نشوفها في الناس اللي مثلا الحمض اليوريك اللي يأكل اللحوم كثير لأن اللحم الأحمر بروتين. يعني هل معقول دكتور أن في الأكل برضو يؤثر على الكلى وعلى ال أنا بربطها هي عاملين السوائل والأملاح. إذا خلطتهم مع بعض إذا ما في سوائل كثير وأملاح كثيرة تتكون حصوة. فعشان كذا لها علاقة لأن مصدر السوائل هي الموية أو السوائل اللي تشرب. صحيح. مصدر الأملاح وأكلك الأطعمة اللي ناكلها عشان كذا أكلك له علاقة. طبعا في عامل ثالث اللي هو إذا أنت معرض جينيا إذا عندك أصلا أبوك وأخوك وعمك عندهم حصوات فأنت كذا تصير أكثر عرضة. ممتاز. التاريخ الوراثي أكيد له دور جدا كبير. دكتور أنا بتكلم معك والله في هذه النقطة بشكل مفصل وإذا سمحت لي نطلع فاصل ورح نرجع نتكلم عن الحصوات في الكلى لأن شائع كثير عند الناس معلومات غلط عن تكون الحصوة. مستمعين أكيد مستمرين معكم على 011-511-2030 مشاكل مسالك البولية والكلى مع الدكتور فهد اليامي. مشاكل المسالك البولية والكلى هو حديثنا اليوم مع ضيفي الدكتور فهد اليامي استشاري جراحة المسالك البولية. دكتور يعني حقيقة خلينا نتكلم بكل واقعية وبكل شفافية وأنا من الناس اللي كان عندي هذه المعلومة أن أسباب تكون الحصوة في الكلى دائما يعود إلى شرب الغازيات وشرب المياه الغير نظيفة. بعض المياه الرخيصة السعر يقول لك والله هذه الموية مكوناتها كذا مكونات هذه تسبب حصوة. يعني بالعربي تشرب موية ما هي بنظيفة تسبب لك حصوة. ودي انك تعيد المعلومة حقت الأسباب الرئيسية اللي ممكن تسبب حصوات في الكلى وبعدها ممكن تسبب مشاكل كبيرة في المسالك البولية. طيب سؤال جيد. يعني زي ما تكلمنا ان الموية هي العنصر الأساسي اللي قل نسبة حصول حصوات لأنه معناته تخلي بولك تركيزه أقل فبالتالي نسبة انه يصير في ترسبات تكون حصوة أعلى. طبعا معلومة ان الموية الغالية احسن والرخيصة هذه تسويقية بحتة وشفنا يعني طلع في موية بثمانية ريال وبتسعة ريال. صحيح. اللي من جبال يقول لك هذه موية طبيعية واذا جيت تقول له تعال الحنفية طيب عندنا ولا المياه مصفى يقول لا انا باخذ الموية الصحة هذه اللي تبعها البقالات. صحيح. ومشكلة بعض المصانع تلقى يطلع براندين مختلفين وهم نفس المصنع وهذا يبيع بسعر وهذا بسعر وهذا يسوق أنه أفضل من هذا. هي فكرة تسويقية. خلنا نقول الموية المتوفرة طبعا لها ستاندرد عالمي وستاندرد محلي. ستاندرد محلي هذا تحطه هيئة الغذاء والدواء أنه ترى لازم يكون معدل الصوديوم كذا ومعدل البوتاسيوم كذا وغيره بدون دخول. فمعناته أنت طالما أنت في الرينج هذه أنت في السيف. أمورك تمام. أمورك تمام. فكرة أن الأقل صوديوم هي صحية أكثر غير صحية. طبعا إحنا هم يلعبون على الوتر هذا. إحنا خلنا نتفق أنه الملح الزايد في الأكل أو في الأسلوب الحياة يأثر على ضغط الدم وعلى نسبة تكون الحصوات وغيره بس أنه المعدلات الطبيعية في الموية ما تأثر أنها تخليك أقل ولا أكثر عرضة. فنوع الموية هل شربت موية إكس ولا واي ولا شربت موية حنفية اللي مصفاة ومعالجة ما تفرق. اللي يفرق هو كمية الموية اللي تشربها. خلنا نقول السوائل مو الموية بس لازم يكون أغلب موية والغذاء. إذا سويت الخلطة هذه وصار التركيز حق البول والأملاح فيه في المعقول أنت أقل عرضة للحصوات. لكن نوع الموية وشكلها حارة ولا باردة مخلوطة بليمون ولا لا ما تفرق. طبعا في ناس يقولك أنا دائما أشرب مويتي بالليمون. الليمون فيه حمض الستريكس. حمض الستريكس من الأشياء اللي تقلل حصول الحصوات بالعكس جيد. ما يضر بس ينفع أو خلنا نقول إذا ما ينفعك ما راح يضرك. صحيح. ممتاز. دكتور طيب في موضوع مرة مهم صراحة. في ناس يقولك أول ما أصحى من النوم يشرب موية وهذه أموره تمام إن شاء الله يعني لفوائد كثير في جسمه. لكن دكتور شرب القهوة بكميات كبيرة يعني أنا ما أشوف ابتسامتك هذه ضحكتك أثر القهوة على المسالك البولية وعلى الكلى تحديدا. وفي ناس يقول لك والله اذا بتشرب قهوه لازم تشرب معها مويه كثير يعني صح. تقريبا دبل يعني حتى نشوف بعد يعني في كثير من الاماكن اذا جاي يجيب لك القهوه التركي يجيب لك معها كاس مويه. صحيح. طيب من انواع الحصوات
أو الأكثر شيوعا هي حصوات أكسلات الكالسيوم، وهذه في العالم بالذات في السعودية احنا يعني عندنا هي الأكثر شيوعا في المملكة. حصوات كالسيوم الأكسلات هي أكسلات وكالسيوم. الكالسيوم موجودة في غذائك مهم، وهو من أحد العوامل اللي تساعد أن جسمك يأخذ الأكسلات ويطردها من الجسم. فلازم يكون عندك مستوى معتدل من الكالسيوم في أكلك. هذه زين لعظامك وفي نفس الوقت تأكل الحصوات. مشكلتنا الوحيدة في الأكسلات، الأكسلات موجودة في القهوة، الشاهي، المشروبات الغازية، المكسرات، السبانخ، الشمندر، الشوكولاتة. شوكولاتة. كل الأشياء الزينة. طيب. طبعا نتكلم احنا طبعا عن الشوكولاته الداكنه والدارك شوكولاته. الشوكولاته بجميع انواعها فيها اكسلات. مشكله مجتمعنا ان نستهلك قهوه كثير مره. وفي ناس مثلا يشرب كميات خرافيه. انت عشان تعطي جسمك هذا الكم من الاكسلات لازم تعدله بسوائل كفايه عشان ما يزيد تركيزه وتكون حصوات. صحيح. فاذا انت عندك العرضه، أنا أقول عندك تاريخ مرضي في الأسرة وما تشرب موية كثير، أنت يعني قاعد تحط نفسك من المجموعة اللي بنسبة كبيرة بيجيهم حصوات. فخلنا نقول أسلوب الحياة المعتدل اللي هو كمية، خلنا نقول ما أقول لا تشرب قهوة بس اشرب كميات معقولة، كاس كاسين في اليوم. بس تشرب 10 كاسات في اليوم أو 5 كاسات في اليوم، ما تشرب سوائل وأنت في بيئة حارة وأكلك كله بروتين، لحوم كثيرة وأكسلات كثيرة، شوكولاتة، و هذه كلها تخليك أكثر عرضة. فالقهوة زينة لكن بالمعقول، كثرة شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية تخليك أكثر عرضة لحصوات كالسيوم والأكسلات. نسمع دائما يقول لك أن الواحد إذا شرب المشروبات الغازية وخصوصا المشروبات الغازية السوداء، يعني من غير ما نذكر الأسماء، دائما يقول لك هذه أنت قاعد تحمل الكلى حمل مرة كبير ولازم تشرب ماء كثير عشان تساعدها في أداء عملها لأنك شربت هذا المشروب. طبعا العلبة الواحدة قد تأخذ كليتك 6 إلى 8 ساعات عشان تصفيها من جسمك. فتخيل أنت في كل وجبة تشرب علبة من المشروب هذا. فالكلى تعاني كثير عشان تصفي المواد هذه الموجودة في المشروبات الغازية هذه، فأنت قاعد تحط حمل على كليتك، كليتك لها طاقة. فمعناته على المدى البعيد كليتك ممكن يجي وقت ما تأدي وظيفتها وكفاءتها اللي تحتاجها لأنك أهلكتها بالأشياء هذه. فخلنا نقول ما ننصح بشربها، وإذا أنت يعني مرة لازم تشربها لازم بكميات معقولة وما تشرب كميات كبيرة لأنها الجسم يأخذ فترة طويلة جدا إنه يتخلص منها. وفيها يعني سكريات عالية، فيها أملاح عالية، فيها الأكسلات عالية جدا. فإذا أنت عندك حصوات وتشرب المشروبات هذه أنت قاعد تحط نفسك في يعني خلنا نقول في موقف خطر إنك تكون حصوات أكثر وأكثر. دكتور، أيضا مشروب الشعير أو البيرة دائما يقول أنه مفيد جدا للكلى، هل هذه المعلومة جدا يعني صحيحة؟ وأيضا بعض المدرات البول الطبيعية، يعني في ناس يقول لك والله هذا مدر للبول ممتاز، طب يمكن الجسم يكون محتاج سوائل وهذا قاعد يطرد البول أو السوائل من الجسم وهذا يمكن سبب من انخفاض في ضغط الدم، ايش رايك في هذه المعلومه؟ طيب. بالنسبه للبيره، البيره هي مدره للبول اكثر، يعني كانك تشرب مويه بس بكميه اكبر. يعني زي المويه، اي بس اضرارها للبول اكثر. تمام. فخلنا نقول ان البيره غير مضره وكويسه، واذا انت عندك حصوات تبي تشرب بيره بالعكس ممتاز جدا، لكنها ما تقلل نسبه. طبعا دكتور احنا نتكلم عن البيره العاديه اللي هي الشعير، مو باللي مضاف اليها سكريات واللي فيها نكهات وهذا، هذه ممكن البيره اللي الشعير العاديه. اي السكريات طبعا انت جسمك لود من السكريات، هذا موضوع ثاني. بس انه لا، نتكلم عن البيره، هي مي مفيده بس مي مضره. فمن فوائد خلينا نقول من الفرق عن المويه العاديه انه مدره للبول اكثر، فبالتالي انت تسوي سايكلينج اكثر للبول في جسمك. بالنسبه لمدرات البول كادويه وغيره ما ينصح فيها لانها تغير تركيز حموضه الدم والاملاح في الدم، وتحتاج تعطى تحت اشراف وعنايه، وقد تسبب هبوط في ضغط الدم اذا انت ما تشرب سوائل كفايه وتاخذ مدرات. طبعا بعض ابائنا واهالينا وكبار السن يستخدموا المدرات لان عندهم مشاكل في القلب، فهذول عاده يحتاجون فحوصات لمستوى الاملاح في الدم بشكل منتظم عشان نتاكد ان الصوديوم ما ينزل بنسبه عاليه جدا، ان البوتاسيوم ما يتغير بنسبه عاليه جدا، فيكون تحت اشراف طبي. بس انك تاخذ مدر كذا
في ناس ياخذ حتى عشان خسارة الوزن لأنه يقول لك جسمك فيه سوائل كثير أنا أبغى أنزل وزني خلني أخذ مدر. الناس اللي برضو يعانون من ارتفاع ضغط الدم والأملاح أكيد راح تساعد في ارتفاع ضغط الدم، مدرات البول هذه ممكن تكون مفيدة لهم بانخفاض أو توازن مع ضغط الدم. هي أحد طرق العلاج. ممتاز، أنا مستمر معك دكتور، تسمح لي نطلع فاصل. أذكر مستمعينا بأرقام التواصل 011-5-1-21-30، فاصل قصير نستكمل حديث 011-5-1-21-30. الملح بالأكل يضر اللي معاه محصوة بالكلى، تكلمنا في هذه النقطة دكتور، تحب تعلق؟ هذا سؤال واصلنا. صحيح، الغذاء الغني بالملح العالي يخليك عرضة أكثر للحصوات لأنه يزيد تركيز البول وبالتالي يخليك عرضة أكثر في تكون حصوات في الكلى. هنا في عندي سؤال يعني بصراحة عجبني، يقول لك هل صحيح كثر شرب الماء يتعب الكلى بحيث أنها قاعدة تشتغل طول الوقت؟ طبعا هذا مفهوم خاطئ، يعني بيريح الكلى وما فيها تشتغل. لا تكفى لا تريحها، بالعكس سبحان الله ربي خلق في جسمنا يعني ما في ماكينة تجارية تستخدم أو تسوي تصفية سوائل موجودة في أي مكان تشتغل للسنوات هذه 10 يعني 50-60-70-90 سنة 100 سنة. فما شاء الله يعني كلا الإنسان سبحان الله يعني فيها قدرة أنها تشتغل لسنوات طويلة ما تتعب، كفاءة جيدة. لكن لا أنت اللي لا تعبها بالأسلوب الحياة بدك تخليها غير صحي. لا اشرب سوائل بالعكس جسمك يتخلص من السموم. لكن إذا أنت ما تشرب سوائل كفاية وفي نفس الوقت أسلوب الغذاء والحياة حقك صحي، ما في رياضة ما في أسلوب حياة صحي، أنا أشوف يتعبها أكثر. فهذا مفهوم خاطئ، وبالعكس أشرب سوائل قد ما تقدر. إذا كان الشخص، هذا سؤال من صديقة البرنامج لميا، إذا كان الشخص ما يشرب موية كثير وفجأة صار يشرب يعني فترة طويلة ما كان يشرب موية، بعدين فجأة صار يشرب كثير وفجأة فاجأت الكلى بأنها تشتغل بكفاءة عالية، هل هذا يسبب لها مشاكل؟ لا، بس قد تلاحظ أنك تروح لدورة مياه أكثر من المعتاد، ففي ناس ينصدم يقولك من بداية كذا صرت كل نص ساعة أسوأ يعني أذهب لدورة مياه. طبيعي لأنه جسمك يأخذ كفايته ويطلع، فأنت ما تبغى السوائل توقع في جسمك، فبالعكس أنا أشوفه جيد، وبالعكس الجسم يأخذ له تقريبا 2-3 يوم لين يغير بس الروتين حقه بعدين يصير الأمر طبيعي، فبالعكس أشوفه هذا تغيير صحي لأسلوب الحياة. ممتاز. دكتور يعني خلينا نتكلم في مواضيع أو محاور أخرى، صراحة في عندي محاور كثير جت في بالي، اللي هي بعض الأنظمة الغذائية أو بعض الأنظمة الدايت وبعض الأنظمة حقة التنحيف، منها مثل نظام الكيتو وما إلى ذلك. أكيد ناس كثير يقولون أن هذا لا تستخدمون لفترات طويلة لأنه مضر على الكلى والمسالك البولية، كيف يكون الضرر؟ طيب طبعا أسلوب الغذاء القاسي على الجسم هذا يسبب اختلالات فسيولوجية في الجسم يعني بشكل أخص على الكلية. ليش؟ لأنك تأكل كميات عالية من البروتين لأنه كله معتمد على اللحوم، فأنت ما تأكل كربوهيدرات. صحيح. تقلل النشويات بشكل كبير، أملاح أكثر. أملاح أكثر لأن اللحم لازم يجمع أملاح. صحيح. وفي نفس الوقت أنت قاعد تسوي مع الكيتو عادة رياضة، بعض الحين تكون رياضة قاسية. الرياضة هذه يعني عرق وتخسر سوائل. ففي ناس طبعا يسوي لأنه يبغى يخسر وزن في نفس الوقت يبغى يبني عضل. عشان تبني عضل جسمك يحتاج سوائل. أنت ما تشرب سوائل كفاية وأنت تعرق كثير في النادي وتعطي الجسم لود عالي من البروتين والأملاح وسوائل قليلة، فبالتالي أنت في عرضة خلنا نقول معرض بشكل كبير جدا أنك تكون حصوة خلال فترة شهر. تخيل إذا ما عندك حصوات طول عمرك في شهر تسوي كيتو يجيك حصوة. شائع جدا هالشيء، نشوف ناس كان صحيح أموره زينة فجأة بعد الأنظمة هذه على طول صار عنده مشاكل جداً في لأنه من أنواع حصوات الكلى حمض اليوريك. حمض اليوريك أكثر في اللي يأكلوا اللحوم كثير. فتخيل أنت نظامك الغذائي لمدة شهر أو شهرين يكون معتمد كله على البروتين وكله على اللحوم الحمراء، فبالتالي أنت تعطي جسمك لود عالي جدا من البروتين ومع نشاطك الزايد ورياضتك، فأنت ممكن تكون حصوة في وقت قياسي، ممكن تأخذ سنوات عشان تكون حصوة زي هذه. فأنا أشوف أسلوب الرجيم القاسي جدا اللي معتمد على البروتين وأحيانا يكون مرتبط معاه في النادي بتنشيف وقلل سوائل وحركة كثير، يعني مرة غير صحي الأسلوب هذا، ولازم يكون في نفس الوقت تحت إشراف طبي وتكون يعني تعطي كميات معقولة من البروتين ما تكون عالية جدا.
هل صحيح الحصوة بالكلى لما تنزل للحالب يمكن تسبب مشاكل وممكن تسبب انفجار للحالب؟ هذا سؤال وصلنا دكتور. طيب المغص الكلوي هو ثاني أشد ألم بعد الولادة. المغص الكلوي إيه؟ الألم اللي يكون في الظهر من خلفي. ألم في الجنب من الخلف يكون ينزل على الأمام جهة المعدة. صحيح صحيح. طبعا عادة إذا الحصوة في الكلية يكون عندك مضايقة بسيطة في الكلية، لكن إذا نزلت في الحالب عادة حيجيك ألم شديد جدا وقد يكون مصحوب بغثيان ترجيع وممكن حرارة. إذا الحصوة في الحالب فترة طويلة وما نزلت طبعا جسمك يحاول يطردها، يصير فيه انقباضات. المغص اللي يجيك معناته جسمك قاعد يحاول يطرد الحصوة. إذا ما نزلت الحصوة أنت معرض أن يجيك التهاب بول حاد، قصور في وظائف الكلى، أو ممكن الكلية توصل ضغطها يعني المستويات عالية ويصير فيه زي الانفجار في الكلية وهذا نادر حصوله. فإذا جاك مغص كلوي أو ألم في الجنب شديد جدا لازم تزور الطوارئ. وشيء ثاني، الألم عادة أن يكون ألم شديد جدا، يعني كتصنيف هو ثاني أشد ألم بعد الولادة من كثر ما هو شديد، فراح تعرف إذا عندك مغص كلوي. فإذا جاك ألم زي هذا لازم تزور غرفة الطوارئ، وعادة يكون مؤلم جدا. والعلاج عادة نعطي سوائل، نعطي مسكنات، وأحيانا نعطي أدوية توسع الحالب، بعض الحالات نضطر التدخل جراحي إذا الحصوة حجمها كبير أو مكانها خلنا نقول في بعض الأماكن تكون صعب جدا تعدي الحصوة، بعض الحالات نضطر أن نسوي منظار ونزيل الحصوة. ممتاز دكتور. أنا صراحة في عندي أسئلة هنا كثير وصلتني. التسمم، تسمم البولي، في شيء اسمه تسمم البولي دكتور؟ في شيء اسمه تسمم الماء. تسمم الماء معناته إذا وصلت درجات عالية جدا من شرب الماء، أملاح الدم عندك تصير مستوياتها قليلة، وبالتالي يصير في اختلال على مستوى الخلايا في الجسم، وهذا الشيء نظري وما يصير للناس الاعتياديين اللي يشرب موية. طبعا في يعني هذا يصحح معلومة إن يقولك لا تشرب موية زيادة عن ما تحتاج. طبعا كلنا نعرف قاعدة انه اي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. صحيح صحيح. عشان توصل لمرحلة تسمم الماء لازم تشرب كميات مهولة، من الصعب جدا انك تشربها، فعادة تأخذ عن طريق المغذي. يعني يكون واحد في المستشفى منوم عنده جفاف، عطوه كميات كبيرة جدا، يعني صعب جدا الإنسان العادي يوصل للكميات. يعني ما هو مقلق الموضوع ولا واحد يقدر يوصل؟ لا أبدا أبدا، لأن بعض الحين الواحد عشان يذكر نفسه يمشي بقارورة موية كبيرة ويحاول إنه يخلص، مثلا يقول بخلص لترين ثلاثة في اليوم، فيجيك واحد يقولك لا أنت بتأخذ أكثر، ما يجيك تسمم ويجيك مدري إيش من هذا الكلام. هذا الكلام يعني نادر الحصول ولا يكون بهذه الطريقة. صحيح. أنا بعطيك مقياس سهل. لون البول إذا لونه شفاف انت تشرب كفايه، لا تزود. امورك تمام. اذا لونه اصفر غامق معناته انت ما تشرب كفايه. فخلنا نقول لون البول هو المقياس حقك اللي انت تقدر بناء عليه تزود او تنقص. دكتور في هل هي تختلف من شخص لشخص عدد مرات الذهاب الى دوره المياه، ولا انها لها عدد معين مثلا من 5 إلى 6 مرات هذا الحد الطبيعي؟ المعدل 5-6 مرات، لكن احنا كرقم نقول تقريبا كل 3-4 ساعات. يعني التوقيت يكون صحيح. مو شرط انك تصحى من النوم تتبول. فهذا المعدل الطبيعي. ممتاز. وصراحه دكتور والله اسئله كثير قاعده تجي ورا بعض لموضوع المشاكل المسالك البولية والكلى، لكن أنطر أني أطلع فاصل. أذكر المستمعين برقام التواصل 011-5-11-20-30، وعن طريق أيضا تطبيق بيسيموت في خانة راسلنا استقبل أسئلتكم. يا أهلا وسهلا فيكم مجدد المستمعين، مستمرين أكيد في ساعتنا الطبية اللي نتحدث فيها عن مشاكل المسالك البولية والكلى. دكتور إذا الواحد يعني احتباس البول أو الواحد ما راح الحمام، وتحديدا عند الأطفال وعند الكبار، وش ممكن المشاكل اللي تصير، وهل التأثير يكون على المسالك أو المثانة أو على الكلى؟ الكلى أدت دورها وأخرجت السوائل، الاحتباس يكون في المثانة صحيح؟ إيش المشاكل اللي يصير في حال أنها أو عوامل الخطورة في أهمالها؟ طبعا المثانة لها أو شيء طاقة استيعابية أو خلنا نقول مساحة معينة ما تقدر تعديها. من المشاكل اللي يشوفها بالذات عند الأطفال أنه كثير يجيهم إحساس التبول ويحاولون يأجلون هالإحساس، فأحيانا تلقى الطفل يتلوى قدامك عشان يعني يسوي حركات برجلين، ومعناته أنه عنده الرغبة بس يبغى الإحساس يروح عشان يكمل لعب. المشاكل اللي قد يواجهها الطفل أو حتى البالغ أنه ممكن يصير بالذات عند الأطفال تبول لا إرادي، أنه يوصل مرحلة أنه ما عاد يقدر يمسك نفسه، فبالتالي في مكان عام يبول على نفسه. فهذا تحطه في حرج، إذا هو في المدرسة قد يتعرض للتنمر، إذا هو في السوق أو في أي مكان برا قد ينحرج وما يكون في مكان مناسب من غير ملابسه، وفي نفس الوقت قد يحس أنه في شيء غلط، أو الأهل كمان يضايقون أنه ليش الطفل يسوي على نفسه. فالتبول لا إرادي من الأشياء اللي ممكن تصير، التهابات البول المتكررة من الأشياء اللي ممكن تصير،
وعلى الكلى يزيد ضغط المثانة وبالتالي تقل قدرة الكلية على تفريغ البول بشكل سليم. ففي أثر على المدى البعيد على وظائف الكلى إذا أنت من الناس هذولي. طبعا بعض الوظائف يضطر الشخص أنه يمسك البول فترة طويلة، بالذات نشوفها عند المدرسين لأنه عادة يكون حصص متكررة، فهم نشوف مثلا بعض المدرسات يجيها التهابات متكررة. ليش؟ لأنه أسلوب حياته أنه تضطر تعطي 4-5 حصص وراء بعض ما تقدر تروح دورة مياه. فبالتالي هذا أحد أهم عوامل الخطورة، أنه ممكن يجيهم التهابات متكررة. ففي أثر مباشر على المثانة والكلى وفي أثر غير مباشر. فأكثر شيء ممكن تصير هو التهابات البول المتكررة والتبول اللا إرادي عند الأطفال في النهار. ممتاز، واضح. كم يكفي هنا عندنا سؤال، كم يكفي شرب الماء؟ في ناس كتير لازم تشرب أقل شيء لترين، لازم تشرب 3 لتر، أو هي هل تعتمد على عمر الشخص ووزنه؟ معدل لترين 3 وتختلف من الموسم موسم. في الصيف يعني خلنا نقول نميل للثلاثة، وفي الموسم عادية لترين، هذا يعني المعدل المناسب. طبعا بعض المرضى اللي عندهم مشكلة في القلب أو عندهم زيادة سوائل في الجسم، هذول لا بالعكس، تلقى طبيب الكلى يقول لهم أنت ما تتعدى باللتر في اليوم، ما تتعدى لتر ونص، لها حسبة معينة. فبعض الحالات اللي عندهم مشاكل صحية في زيادة سوائل في الجسم أو قصور في وظائف الكلى أو الكبد أو ضعف في عضلة القلب، هذول عادة الطبيب المختص، هل هو طبيب القلب أو طبيب الأسرة أو طبيب الكلى، يعطيهم بالضبط كم العدد اللي مفروض ما يتعدونه. ممتاز دكتور. الحصوة في المثانة ذكرنا فيها أو تكلمنا فيها في بداية الحلقة، طرق التخلص منها، هل في طرق، يعني ذكرت أنت طرق جراحية للتخلص من الحصوة؟ طيب أنا بتكلم عن حصوات الكلى والمسالك الكبدية بشكل عام. طبعا طرق التخلص منها، في طبعا طريقة العادية أن الحصوة صغيرة وممكن تعدي، وهذه واردة إذا الحصوة يعني حجمها أقل من 1 سنتي. إذا الحصوة في الكلية ومسببة مشاكل أو حجمها كبير، تفتيتها يكون يا عن طريق الموجات، في موجات تصادمية، يكون المريض نايم على سرير في موجات تمر من جسمه وتفتت الحصوات بدون أي جرح. يحتاج يكون مبنج على حسب قدرته على التحمل. عادة تتسوى ببنج موضعي، بس زي الدواء المهدي زي اللي تسوى فيه المناظير الجهاز الهضمي. وعادة يجي المريض ينام على سرير، تفتت الحصوات بالموجات بدون شق جراحي ويروح البيت على طول. هذه الطريقة الأسهل. أحد الطرق الأخرى بالمنظار، عادة ندخل من مجرى البول عن طريق المثانة عن طريق الحالب ونفتت الحصوة بالليزر أو بالموجات ونشيل الحصوة في نفس الوقت ونضع دعامة في الحالب. أو بالجراحة اللي هي منظار يكون من الجنب من جهة الكلية، هذه الحصوات الكبيرة، وعادة تقدر تزيل حصوات بأحجام يعني خلنا نقول كبيرة جدا، وهذا آخر الحلول. آخر الحلول. والطريقة اللي عاد نادر حصولها بالجراحة بالفتح، هل هو بالمنظار البطن عن طريق اللابروسكوب أو بالرجل الآلي، وهي الأقل ندرة، أو بالفتح الجراحي، وهذه ما عاد تحصل يعني لأنه في طرق أفضل. فعادة هو إجراء تدخل خلنا نقول بسيط بالمنظار بدون شق جراحي ونسب نجاحه عالية جدا. طبعا من المهم جدا معرفة نوع الحصوة قبل تفتيته لأنك ممكن تكونها مرة ثانية. في أنواع للحصوات. صحيح. أنواع الحصوات عندك زي ما ذكرت سابقا، كالسيوم أوكسالات أو أوكسالات الكالسيوم، فوسفورات الكالسيوم، حصوات حمض اليوريك، حصوات استروفايت اللي هي تجي اللي عندهم التهابات متكررة، وفي الحصوات الجينية اللي انت معرض لها اللي اسمها سيستينيوريا أو السيستين، يكون جسمك ما يقدر يتخلص من مادة معينة في الجسم بسبب نقص في هرمون أو انزيم معين، وهذه تجي من الطفولة. يعني ممكن يجيك طفل عمره 5 سنوات كليتين وكلها حصوات من عمر مبكر، هذا يكون جينيا وتجي يعني في الأسرة، يكون أكثر من طفل عنده. وهذه علاجها دوائي بتغيير حمضية البول وجراحي بتفتيت. وتخيل أنك تبدأ تكون حصوات من طفولتك إلى نهاية عمرك تكون حصوات، فهذه أقل ندرة، وعادة تحتاج يعني طرق علاج متقدمة جدا في المراكز وموجودة عندنا في المملكة. طيب دكتور، الناس اللي يعيشون بكلية واحدة، سواء كان بعض المتبرعين أو بعض المستقبلين يعيش بكلية واحدة، هل هذا يشكل ضغط أو يعطيني مسؤولية أني أشرب مويات بشكل أكبر، أو يعطي ضغط على كلية واحدة أنها تعمل بشكل مضاعف في هذه الحالة؟ طبعا بعض الناس يولد بكلية واحدة، وسبحان الله من الأشياء اللي نلاحظها في المرضى هذولي أن الكلية اللي عنده تصير حجما ضعف
حجم أكبر سبحان الله تنمو يعني الجسم سبحان الله يصير عنده زي الآلية أنه يتعرف أنه أنا ما في عندي إلا كلية واحدة فحجمها تكون أكبر من الطبيعي والمعتاد. الحجم يأثر في العمل وفي الأداء. أكيد. قصدي سبحان الله جسم الإنسان عنده القدرة أنه يتكيف بحيث أنه الكلية الوحيدة تأدي وظيفتها وبعد تصير أكبر حجما. فعادة إذا أنت مولود بكلية واحدة أو شلت كلية بسبب ورم لا سمح الله أو أنه تبرعت بكلية حياتك طبيعية، طبعا مهم جدا أنك تكون عندك أسلوب حياة صحي طبيعي، كنت تشرب سوائل كفاية، الأملاح بكمية معقولة. وعادة اللي عنده كلية واحدة ينصح أنه مرة أو مرتين في السنة يتابع مع طبيب الأسرة يقيس ضغط الدم لأنه معرض أن يجي ضغط دم، يسوي تحليل بول للتأكد من البروتين عشان لو في مشكلة تعالجها بدري، في نفس الوقت يسوى له تحليل وظائف كلى مرة أو مرتين في السنة. فهذه من الأشياء اللي ينصح أي أحد تبرع بكلية أو مولود بكلية واحدة أن يسويها بشكل روتيني مرة إلى مرتين في السنة مع طبيب الأسرة. ممتاز. سؤال أخير دكتور، نصحني الطبيب باستخدام فوار لعلاج الأملاح، هل هذا العلاج مناسب لي؟ طيب طبعا هذه من الأشياء اللي صراحة يعني تستخدم بشكل كبير جدا، وعادة تكون تسويقية تجارية، وأحيان كثير حتى تلقى ما سوالك أي فحوصات يقول عندك أملاح خذ الفوار هذا. الفورات الموجودة في السوق أغلبها طبعا بعضها يستخدم في علاج الحصوات لتغيير حمضية البول وتعطى تحت إشراف طبي. اللي يصير ونشوفه عادة بشكل يومي وتنباع بالملايين ريالات فورات كثيرة موجودة بدون ذكر اسمها، الأخضر والأصفر والأحمر، وتلقى أي أحد يجي العيادة حياخذها، وعادة تكون تجارية ما منها فائدة، شرب الموية يؤدي وظيفتها وزيادة. لكن بعض المرضى عنده أنه أنا جيت ما أعطاني الطبيب علاج بروح دكتور ثاني نفسيا، في ناس لازم تاخذ دواء عشان لازم، فهذول يعرفوا اللفه هذه، فخلاص صار اي مريض يجي يقول ترى انا سويت لك اشعه ولقيت عندك املاح خذ الدواء هذا، وتلقى يجيك المريض يقول انا عندي حصوات تشوف الاشعه سليمه جدا، او تلقى في تحليل البول يشوف يعني اختلاف بسيط في الرقم ويقول له خذ الفوار هذا لمده شهر، واذا امورك زين لا ترجع لي، او ارجع لي بعد شهر ويعطي الفوار ثاني مره. فعاده تكون تجاريه ما منها فائدة، تستخدم تحت إشراف طبي لتغيير حمضية البول في نوع معين من الحصوات هم يعطونها الكل. ممتاز. دكتور أنا قبل فترة شفت في طبعا تعرف مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد يفتي وكل واحد يقول من عنده، عن خلطة أو طريقة لعمل البقدونس مع الماء، أو أكل البقدونس أو غلي البقدونس مع الماء بعدين يعني تصار فاتر، الواحد يشرب على الريق مرتين ثلاث مرات يقول هذا يغنيك عن الذهاب للطبيب، المسالك البولية تصير كويسة، يذهب الحصوات، ينظف يعني حتى فكرة تنظيف المسالك البولية شلت تنظف يعني. لقاء أطلع فيه جي السؤال هذا. البقدونس هو طبعا كغذاء جيد أكيد، في خاصية إدرار البول فقط، فإذا أنت تبغى تشرب بقدونس ما في مشكلة، بالعكس كويس، لكنه في نفس الوقت فيه أكسلات، فإذا أنت عندك عرض الحصوات أنت قاعد تعطي جسمك لود أعلى من الحصوات. طبعا من الطرق لعلاج إذا عندك حصوة في الحالب أنك تشرب سوائل كثير عشان تزود فرصة أنها تعدي، لأن زي اللي تدفها بالسوائل. فإذا أنت تبغى تشرب بقدونس، تبغى تشرب شعير، تبغى تشرب شاهي، ما عندك مشكلة، كثر شرب السوائل عشان تزود فرصة نزول الحصوة. لكن كوقاية هي ليست وقاية، بالعكس قد تزيد نسبة حصول الحصوات لأن فيها نسبة عالية من الأكسلات. يعني دكتور أنت النصيحة الكبيرة اللي استشفها من كلامك، الواحد يكون متوازن في كل شيء، يشرب المياه بكميات معقولة ومطلوبة طبعا في فترة الشتاء وفترة الصيف، وأيضا الذهاب وكشف عند الطبيب طبيب الأسرة بشكل دوري، أكيد هذا راح يعرفنا إذا في مشاكل أو لا. صحيح، بالذات إذا عندك تاريخ مرضي بحصوات كلى. طيب دكتور في هنا سؤال يقول لك أن الواحد في الشتاء يجي شعور بالرغبة في الذهاب إلى الحمام بشكل مضاعف، هل هذا يعطينا مسؤولية نشرب مويه؟ دائما الناس يقولون صح أن الواحد في الشتاء لا تنسون تشربون مويه لأن البرد الواحد ما يحس بالعطش. صحيح، لأنك ما تعرق كثير، فبالتالي جسمك ما يطلب سوائل كثير، فعادة اللول بول يعطيك دلالات إذا أنت تشرب كفاية ولا لا. طبعا في الشتاء طبيعي إذا أنت حس أنك بردان بتحس أنك تحتاج أنك ذهاب الحمام أو دورة مياه للتبول، الشيء طبيعي. أحيانا سماع صوت الماء قد يسبب لك الإحساس هذا، فهذا زي الريفلكس الطبيعي من الجسم، لكن الرأي لبي رغبات جسمك، لا تحاول تأجل الإحساس، دائما إذا حسيت أنه في حاجة على طول. دكتور طيب الناس اللي بعض الحين واحد يقول لك والله أنا أصحى من النوم عشان أروح دورة المياه، وفي بعض الناس يقول لك أنا أشعر بالرغبة ولكني أبي أكمل نومي ما أبي أصحصح فأطنش الموضوع، عطنا النصيحة يعني، في ناس كثير ترى تعاني من هذا الشيء دكتور.
طيب أشوف ما في مشكلة إنه إذا أنت نايم ما يحتاج لك تصحى عشان يعني الذهاب لدورة المياه، لأنه مثانتك وجسمك في هرمون يفرز جسم الإنسان وأنت نايم يقلل إفراز البول، فسبحان الله يعني المادة هذه تطلع بس وقت النوم تقول الكلية كلية أنا نايم هدي اللعب قلل إفراز البول عشان يكون طبعا ما يوقف كليا بس ينزل برتم بسيط، فبالتالي إنه ما يعدي كفاءة المثانة. عندي إنه مرة في الشهر مرتين تصحى يعني وعندك الرغبة ما في مشكلة. اللي يصير إنه مرضى البروستات كبار السن من عمر يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، إذا بدت عادة تبدأ مشاكل بروستات من عمر 50 60 70 يكبر حجم البروستات، فأحد الأعراض اللي يواجهونها إنه تلقى يقولك أنا أصحى في الليلة 5 6 مرات، فبالتالي هذه تأثر على جودة الحياة وجودة النوم. فهذول ينصح إنه يزور طبيب مسالك لعلاج مشكلة البروستات، لأنه أحيانا تأثر على جودة الحياة، تأثيرها أكثر على جودة الحياة لأنه ما يدخل في النوم العميق، فبتلقى الصباح يصحى تعبان لأنه نايم 8 ساعات بس في نفس الوقت تعبان لأنه كل ما دخل في النوم العميق تنكد من النوم وقبره. صحيح. الدكتور فهد اليام استشاري المشارك البولية، شكرا جزيلا لك، سعد صراحة باللقاء معك وبالحديث، وأكيد إن شاء الله يكون لنا لقاءات في حلقات قادمة بإذن الله. سعدني وشرفني كم معكم، إن شاء الله أفدنا الجميع بإذن الله. الشكر موصول لكم مستمعينا وكل اللي تواصل معنا وكل اللي أرسل لنا وكل اللي حاول أنه يتصل علينا. أكيد غدا إن شاء الله حلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم جدد حياتك، أكيد راح نتحدث فيها عن دائما زي ما ذكرنا يوم حلقات يوم الخميس نتكلم فيها عن تطوير الذات. حلقة غد جدا مهمة وجدا مميزة، دائما زي ما هي حلقات دائما MBC حلقات جدد حياتك دائما مميزة، وبرنامج جدد حياتك دائما مميز. التقيكم غدا في أمان الله.